بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبير طلعت فخري، من اسيوط، مركز ساحل سليم، قريه الشيخ شحات. انا مشيت من البلد يوم 15/9، وطبعا يوم ما مشيت فطبعا كان معايا واحد اسمه ياسين ثابت، هو ساعدني على المشي من البلد، ونزلنا على مكان واحد نعرفه اسمه جعفر فورور، ورحت اعلنت اشهاري يوم 23/9 وغيرت اسمي، سميت اسمي اسماء محمد احمد ابراهيم، وقمت سكني اللي كان فورور. وبعد كده هوت جعفر ده هوت يعرف اهلي كويس، لان هو اصلا كان من البلد، وطبعا وصل لاهلي ووصلهم جواب وعنواني بالظبط ومكاني، عشان هو يستفاد منهم وبدرشان يعني يمشي حاله. ففاجئت ان اهلي جم خدوني، وبعد ما خدوني نزلوا بيا اسيوط وسلموني للكنيسة. فاول مكان روحته طبعا هو دار العذراء اسيوط. وبعد كده هو ابتديت ان انا اتنقل من 1/3، اتنقل ده 1/3 من يوم ما جيت مع اهلي ونزلت اسيوط، بقيت اتنقل بقى من 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 بيت لبيت ومن دير لدير. طبعا كل الكلام ده تبع الكنيسة، لان اهلي سلموني للكنيسة وما يعرفوش عني اي شيء، وبقيت اتنقل تبع الكنيسة بس لغاية يوم 1/5. فجيت سافرت مصر ونزلت على امبابة على كنيسة ماري مينا اللي مسكها او مش مفتاحها ابونا ابانوف، ف وفر لي مكان في فطبعا رحت لابونا ابانوف في الكنيسة كنيسة ماري مينا، وطبعا هي كنيسة اسيوط هي اللي بعتاني، وابونا ابانوف وفر لي المكان في بيت انبا يوحنا القصير ده في نفس الشارع جنب الكنيسة، هو البيت دوت على الشمال والكنيسة على اليمين. وكنت قعدت في البيت دوت حوالي 7 أيام، كانت الأمور ماشية عادي مفيش أي مشاكل، غير مفاجئت إن في شوكة حصلت في الشارع. و كنت قاعدة يعني قاعدة براتك ولا كنت قاعدة تخرج ومش عارفة؟ لا هو عامة كانت البيبانة مقفلة ومفيش شبابيك حتى بص منها على الشارع، يعني اللي بيطلع بيقفل وراه واللي بيدخل بيقفل وراه، وكانت معايا رهبة وما كنتش بقدر ابص من الشبابيك او اي حاجه. عامه الشبابيك كان كلها عليها حديد وستاير، فما كنتش والمكان اللي ساكن كنت قاعده فيه ما كانش فيه شبابيك، الاوضه اللي كان فيها شباك كانت مقفوله بالمفتاح. غير لما فوجئت بقى ان في زيطه في الشارع، طبعا انا عايزه اشوف ايه اللي بيحصل تحت، فانا مش عارفه. اتصلت ايوه انا اتصلت بياسين ثابت وقلت له انا في المكان الفلاني، ان انا عايزه ارجع لك وعايزه اكون معاك، هو بناء على طلب ليه. فهو راح كلم رئيس وحدة المباحث الجنائية، ورئيس وحدة المباحث الجنائية طبعا اتصل بيا رن عليا، فأنا فتحت عليه، بس كانت الرهبة عمالة تزعج معايا وبتقول لي خد هدومك وامشي واحنا برا من دمك، وطلعتني برا السكن في الشارع وسابتني. كنت سامعة كان ساعتها في ضرب نار او حاجة كده ولا كان لسه؟ لا كان لسه مفيش اي حاجة، بس انا لما نزلت الشارع كان في شوشرة جامدة في الشارع وزيطة نار، لكن ما شفتش ضرب نار. يعني هم خرجوك بس لو حاجه اتفتشت ما تبقيش؟ ايوه قالت لي انت تطلع عشان لو بعد 5 ثواني مش هنقدر نطلعك، فطلعتني. في الوقت دوت كان بيرن عليا رئيس وحده مباحث امن الدوله، فانا فتحت فبيقول لي يا ماما انا رئيس مباحث امن الدوله انت فين؟ فانا ما عرفتش ارد عليه طبعا، ان انا في الشارع مرتبكه ومش عارفه ايه اللي هيحصل لي ولا ايه مصيري، فقفلت التليفون ما قدرتش ارد عليه. فكل اللي قدرت اعمل ان انا طبعا اطلع من البيت، طالعه كده على غفله ومش عارفه انا طالعه اعمل ايه ولا يعني هتصرف ازاي مش عارفه، والشوارع بره كلها ناس وشوشره جامده ومعايا طفله صغيره وحاجتي. فكل اللي قدرت اعمله ان انا اوقف توك توك وركبت ومشيت. بعد كده هوت انا بقدم يعني استغاثه او بطلب من اللي هم الرؤساء واللي هم رجال القضاء عامة، سواء أقباط أو سواء يعني مسيحيين أو مسلمين، أنا بقدم لهم الرسالة دي، خاصة مشير طنطاوي واللواء ركان حرب اللي هو سامي عنان والدكتور عصام شريف رئيس الوزراء وجميع المسلمين والمسلمات والإعلاميين، إن يقفوا معايا طبعا وأنا
مش ذنبي ان انا كنت في الكنيسه او الحوارات اللي حصلت دي كلها، والاخوه اللي هم اتصابوا والاخوه اللي هم اتوفوا واللي هم مسجونين، انا بطلب استغاثه اللي هم اللي هم المباحث الجنائيه والقضاء. معروفه طبعا ان الحكومه عادله طبعا، وانا بوجه لهم الرساله دي ان يشوفوا الحق فين. ويعني انا فعلا كنت في البيت ده هو، وكنت تبع الكنيسه، والكنيسه في الوقت اتخلت عنه ومشيتني. يعني الكلام ده مش كذب، والكلام ده فعلا حاصل. ولما حسوا بشوشره هم ماشيوني في الشارع. هم يعني انا بتمنى ان الاخوه اللي هم مسجين يطلعوا، والاخوه اللي هم مصابين ربنا يعفى عنهم ان شاء الله، وربنا يرحم اللي هم توفوا. لا بتمنى يعني بقدم رسالة لأبونا أبانوب إن هو وطبعا البابا شنودة إن أنا خلاص اعتنقت الدين الإسلامي وعايز أعيش حياتي، وما حدش بقى يدور علي ولا يفتش ورايا، ويسيبوني بقى أعيش حياتي وأربي بنتي وأستقر زي أي واحد. وبشكركم، بتمنى أن تقفوا جنبي وتسمعوا صوتي، ودايما أسمع صوتكم حواليا.